عن طريق اللعب البيول بنزيما في هجوم سريع للريال مدريد. هدف ثاني هذه المرة كريستيانو رونالدو، اللاعب الأغلى في العالم كريستيانو رونالدو بباطن القدم وضع الكرة في الزاوية الصعبة لستيفان. ريال مدريد تقدم 2-0 على تورونتو. لاس لعب كرة طويلة ناحية رونالدو، رونالدو الكريم بنزيما، بنزيما يعيد الكرة لرونالدو، ورونالدو على تم الاستعداد لتوقيع هدف ثاني لفائدة فرقة مارينجيز. ريال مدريد يتقدم 2-0. الإعادة من زاوية أخرى، رونالدو هيا، بنزيما مهد، ورونالدو كيف المكان المناسب لـ